وسط أجواء عيدية فرائحية مليئة بالابتسامة والفرحة والسرور، شهدت المديريات الشرقية بساحل حضرموت احتفالات بهيجة بعيد الفطر المبارك. 4 أيام متتالية لا تهدأ فيها الطقوس العيدية رغم ظروف الحرب وانعدام المعيشة الكريمة. تجد الصغار قبل الكبار متمسكين بهذه العادات والتقاليد العيدية القديمة بلبس الملابس الجديدة وزيارة الأهل والأقارب وتبادل التهاني والتبريكات ومشاعر الفرحة والبهجة. تنوعت مظاهر البهجة في المديريات الشرقية وتعددت مصادر التعبير عنها، ما بين رقصات شعبية وتجمعات شبابية وعواد جماهيري وسط أجواء عيدية بهيجة. كل عام وانتم بخير. عايدين الفايزين كل عام وانتم بخير. العايدين عام فايزين. تنوعت مظاهر البهجة في المديريات الشرقية وتعددت مصادر التعبير عنها، ما بين رقصات شعبية وتجمعات شبابية وعواد جماهيري وسط أجواء بهيجة وقلوب غمرتها السعادة. وأبرز ما يميز العيد في مديرية شرق المكلا وبالأخص مديرية الديس الشرقية هي رقصة العدة أو الشبوانية. العدة أو الشبواني هي رقصة شعبية ذات طابع حربي، وهي شائعة في المناسبات المختلفة بين أهالي حضرموت. وما يميز العيد في المديريات الشرقية لحضرموت هو التجمعات الشبابية الكبيرة والتي تسمى بالبرعة، حيث يجتمع الصغار والكبار في مكان واحد يتبادلون التحايا والتهاني بمناسبة العيد، ويشتري الأطفال الألعاب والحلوى، وتسود أجواء الفرحة العيدية عموم المنطقة. فيا لها من فعاليات عيدية فريدة من نوعها. عماد العامري لقناة سهيل الفضائية من مديرية الديس الشرقية.